بين جيلين مع حسن شاهين ومعمر سلامة وأطيب أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيخ حسن، نحن الحلقة اليوم 28 سبحان الله في برنامج بين جيلين مع الشيخ حسن شاهين ومعي أطيب أكبر. شيخ حسن، أنت كنت آخر حلقة بتكمل على قصة جدا جميلة ورائعة على موضوع احنا كنا بنتكلم على انه ان احنا يا جماعة الخير البوفيهات اللي بيسووها بعض المطاعم وهم هدفهم حقيقة انه يعني اكسب وكسب، يخفض احيانا في البوفيه ويقول لك تعال تفطر او تتسحر بسعر معين من باب انه تعرف تسويق. الناس بيدخل على البوفيه كأنه داخل على معركة داحس والغبراء. اي والله، وبينه وبين صحون الاكل هذه ثأر قديم، ولا الثأر حق تعرف معركة. وبعدين يعبي الصحون ويشوف شافوها ناس، يجي العامل أو الموظف أو النادل في نهاية البوفيه يرمي كميات لأنه خلاص هذه ما لها أي مكان. إلا طبعا لاحظ حاجة أنه ما يقدر يأخذها تكوي، هذا قانون. قانون يا حبيبي عليك يا معمر، هذه قانون، هذه المصيبة. معمر بيقول كده لأنه من أكبر خبراء التسويق في الكرة الأرضية. والله ما هذه المصيبة، ممنوع. يقول لك ما أقدر، ما تأخذ. طب أنا إيش أسوي؟ يقولك والله حرميه. ولا يقدروا يجوا اللي هم جمع الفائض الأطعمة ياخدوه، لأنه بصراحة الوضع كده تحس الصحة مرغوص على بعض. في معركة، كان في معركة. يعني يمكن شوف حقون، بس يعني ندي حقوق للحقون الفنادق، لأنه في الطعام الزائد أظن بيتعامل مع جماعات خليلة، لكن اللي يكون في الصحن أنا أتفق معك، حرام هذا. كيف يشيله؟ لا ما حلو، ما حلو. أصبح رمضان التركيز كله على الأكل، فقدنا الإحساس. عشان كده أصبح ناس كتير يقول لك أنا بفقد إحساس الروحاني، لأن صار تركيزنا أكل وترفيه، مسلسلات، خيام رمضانية، خروج مع الأصحاب، نزول البلد، أشياء تانية كتير. مع أن في أشياء المفروض إحنا نفتقدها في رمضان يعني أكتر من كده. يعني مثلا رمضان زمان كان فيه من الأشياء اللي كانت بتميزه، كان عندنا مدفع رمضان، كنا الناس كلها كانت تحب تسمع جو مدفع رمضان. هذا دخل رمضان، تحب العمر. أنا جدا أحب الأشياء دي، الأشياء اللي هي العادات والتقاليد القديمة دي، جدا يعني بتلمس في الواحد أشياء وذكريات جميلة. المسحراتي مثلا في الأحياء القديمة كنت الشيء ده كان موجود، اعتقد موجود في بعض البلدان، موجود في مصر. مصر موجود ما شاء الله تبارك الله، جدا قريب. يعني من الاشياء اللي حتى بس البلد يا طيب حلو. يعني احنا شيء من الاشياء الحلوه اللي عندنا في جده البلد، لما تنزل تشوف العادات والتقاليد البليله، صحيح البليله والاشياء دي لما توصل لها. المشكله انه رمضان عندنا اصبح زحمه واكثر صخبا وسريع جدا. هذه مصيبه يا شيخ حسن، انك عشان توقف سيارتك، هذا فيلم هندي، مش توقف سيارتك انت عشان توصل للمنطقه، عشان توصل المكان صعب أصلاً. يعني أصبح عندك الوقت ضيق، ما بين الفطور إلين وقت السحور أنت ما أنت ملاحق، تبغى تصلي وتبغى تفطر وتبغى تخرج مشوارك. تعرف إيش المصيبة الثانية؟ أنا ببني على كلامك إنه سارت الناس ما تقضي لبس العيد اللي في رمضان، هذه المأساة الثالثة. كل حاجة صرنا في نفسنا مع بعض، ماني فاهم أنا يا أخي. هذه ترى مشكلة ثانية يا شيخ حسن. الشهادة يا جماعة الخير عندك شعبان اشتري، ما داري يعني تستنى كله ما حلال، ولا أقول لك أنا أنزل في رمضان ونهار رمضان والعشر الأواخر والعشر يا سلام تنقلب الشوارع زحمة. طيب أنا بقول لك ليه ما تشتري في النهار؟ يقول لك لا أنا في النهار ما أخرج. طيب اشتري في شعبان؟ لا في شعبان ما أشتري. ما هذه مصيبة تانية، خلاص اشتري اثنين شوار. أنت عارف إنه في عديك حاجة هتتفاجع منها، وبدأوا مولات، أنا ما حجيب أسامي عشان لا يعتبروا إعلانات. من السنة اللي فاتت أنا لاحظتها، أصحابي يقولوا لي ترى ليها سنتين في مولات صارت تشتغل 24 ساعة. 24 ساعة في آخر 10 أيام في رمضان. إيوه يا أخي، إيش الجنان ده؟ صحيح. تسألوا يقول لك لأنه عشان إيش؟ أي واحد بيجيني الساعة 3 الفجر، واحد بيجيني الساعة 5 أنا موجود، واحد بيجيني الساعة 10 الصبح أنا موجود. يكون هذا موصل، ها؟ شوف المأساة الثانية، إنه هو موصل يقضي ويروح ينام عشان يصحى على أذان المغرب. الدنيا عشان كده صارت زحمة. زمان رمضان كان أهدب كتير، كان عندنا وقت نصلي ونفطر وننزل الصلاة وممكن تلحق لك لو تبغى مسلسل ولا حاجة. دحين ما أنت ملاحق. أعتقد حيكون الجو هذا حلو في لما يجي رمضان في الشتاء. يا سلام. لأنه إحنا دحين رمضان صيف يعني، لكن لو جاء رمضان في الشتاء حيكون مرة عسل. من
من الأشياء برضو عشان لا يعني قبل عشان نختم قبل الحرقة ما الوقت يداهمنا, في أشياء إيجابية في رمضان حاليا يعني. أخيرا أي لا حقول الحق يتقال يعني. من الأشياء الإيجابية أنا دائما بحب أخذ الرأي والرأي الآخر حسن. أنا عارف يعني دحين صارت صلاة التراويح ما صارت زي زمان, 40 سنة من 40 ولا 50 سنة فاتت كانت صلاة التراويح بتقتصر على كبار السن وعدد محدود في المساجد, دحين صلاة التراويح فيها نساء وأطفال وشباب والمساجد ما شاء الله تبارك الله عامرة وهذا نعمة من الله خير. وهذا خير طبعا أي أي. أصبحت عندنا برامج دينية عديدة كلها بتحث الناس على الصلاة وعلى العبادة وعلى عمل الخير, أصبح في ناس كتير بيسعوا في الخير وبيأكلوا العمال الحمد لله والخير, فهذه يعني هذه من الأشياء الطيبة. إحنا نوقف عند الأشياء الجميلة الرائعة اللي حقيقة نفتخر بيها يا حبيبي أطيب, ممكن نديها شوية تركيز في لازم نديها الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله. شيخ حسن يعطيك ألف عافية, أطيب يعطيكم ألف عافية, هذه كانت الحلقة 28, نلقاكم غدا في أمان الله.